بص تزعلش مني. بص انا ساعات ما بفضلش قوي. لا 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 حزن حزن ما تتكلمش. بمناسبه اللائحه بس المهندس فرج عمرو اتكلم عليها. لا نادي الاتحاد عنده لائحه قويه جدا والله، ما في لعيب له قرش وجود الاستاذ محمد مسلحة يعني. لا اصلي خلي بالك بص، لا هو هو ليه حق يزعل يا عمر. ما اختلفناش ان احنا قلنا في البدايه فرق ادت مباراه سيئه. ناخد بقى اسمه كان لازم اطلع فاصل. طيب الاول بس نقول للحكام كانوا ابراهيم نور الدين وعادل ماهر ومصطفى حسن وعارف عرفاك حكم رابع وابراهيم محجوب ووائل فرحان كحكام اضافيين. اول حاله خدناها خلاص، هنروح في الدقيقه 9 في تسلل عند المساعد رقم 2 مصطفى حسن ونشوف الحاله ونعلق عليها والكابتن ده يقول تسلل ولا لا. التسلل التسللات والفاولات ولا ما يا جماعه ده حكام سيبك تتجلى. تجلى ممكن يبقى في تسلل خطا وهو انفراد. هو الحاله دي بيجيبها فعلا. اي حاله زي دي ما بيجيبلناش الحاله دي. لا ده في حالات تسللات بتوقف انفرادات وبتغرد هجمات. طب نروح يعني والنبي دي محتاجه كلام. ما تسلل من قبل ما يلعب راحت لمين؟ طيب راحت للاثنين اللي في وقف تسلل ولا راحت للسلام؟ طب نشوف راحت للسلام. بيقول لك يا خالد ده مخلص. نمشي بس للزاويه الجانبيه، نروح للزاويه الجانبيه ونشوف. صح عندك حق ياسر، ما هو الكلام سهل. لا لا عندك حق صح. راحت للي مش متسلل. لا راحت للمتسلل بس روح للزاويه الجانبيه. ما فيش، هي دي من المصدر. ما فيش يا مش هنتكلم عليها. نروح للدقيقة 24 وبرضه نشوف حالة تسلل عند المساعد رقم 2. اتفضل يا استاذ خالد. انا استغربت من يتحسب التسلل ليه؟ نشوف الزاوية عايز اتاكد منها. نشوف الزاوية الجانبية بتاعتها ونقدر نحكم اذا كان قرار مصطفى صح ولا غلط. على فكرة مصطفى برضه بيقدم مستويات هايلة السنة دي. نمشي نمشي لسه لسه فيها تسلل لسه. لا تسلل طبعا التسلل والتسلل موجود هايل يا مصطفى هايل والتمركز سليم. لا سابق تمام. نروح للحاله اللي بعد كده 29 عند المساعد رقم 1 عادل ماهر. تمام كده يا كابتن خلاص. كده خلصنا من سموحة. بعد كده انذار تحسين حصل والنبي على كان وقتنا. طيب يعني شوف بس حاله التسلل الاول عشان حاله التسلل دي مهمه. بلاش تنجم الحكام هياخدوا حقهم. لا لا المساعدين لحد دلوقتي هي اجاد وهو ده اللي انا عايز اوصل له. وانا بقول لك اهو في اخر اليوم هو 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 اراني تمام ان التسلل من الحاجات المهمه من الحالات المهمه للمساعدين. وهنشوف في نهايه السهره ايه الامر. مش حد اخر حاجه معاك يا طيب يلا اوكي. طيب خليني بس اقول لك على حاجه. انت عايز تقول طب ما تقول لي بعد في الفاصل. في الفاصل قولها وبعدين نفلتره نشوف تقولها على الهواء. ما فاتش ماتش سموحه حكم ابراهيم نور الدين. والله بص يعني ده دي حاجه يعني انا مالي ما هو برضه يا بيه. بص انا بروح الاستاد ملهاش علاقه بقى من ايام ما كنت في ابتدائي 90 دقيقه هيبقى ضد يعني ملهاش علاقه. لا لا مش ضد مش ضد. امال هو بيتكلم في التفاؤل والتشاؤم و لا يا بيه. بص اقول لك على حاجه والله العظيم انا بروح الاستاد من وانا في ابتدائي. انت بتتاكل يا ضياء. بص في معلقين والله العظيم كنت اقعد كده يقول لك معلق التلفزيون فلان الفلان الاهلي مش هيكسب وما يكسبش